أنتقل إلى موفدتنا من شمال شرق سوريا ليلاف قجو. صباح خير ليلاف. ليلاف، الاحتلال التركي يواصل استهداف البنى التحتية في المنطقة اليوم، يعني ماذا تحدثين عن آخر التطورات؟ كان هناك استهدافات في القامشلي. صباح الخير لك إسماعيل وللمشاهدين. إسماعيل، يعني جولة جديدة من التصعيد التركي يستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، إما بالطيران المسير أو الحربي أو حتى بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. كما تفضلت، اليوم كان في جولة جديدة أيضا بالتصعيد على مدينة القامشلي، تقريبا 4 مرات على التوالي بالمسيرات. أيضا كان في هناك استهدافات تطال محطات للنفط بالقحطانية، محطة عودة للنفط وأيضا محطة سعيدة للنفط. كما تفضل شادي بأنه كان في استهدافات لقرى بريف منبج، كان في استهدافات بريف حلب الشمالي، كان في استهدافات بتلتمر، للعديد من القرى. لم يتوقف هذا التصعيد. عموما أمس بعد التصعيد منذ الصباح الباكر وأيضا منذ منتصف مساء يوم الأربعاء أو بعد منتصف الليل، توقف أو كان في نوع من الهدوء مساء أمس، ولكن عاد هذا التصعيد من جديد اليوم صباحا. عموما يعني تشير التقديرات إلى حصيلة من فقدوا حياتهم تقريبا إلى 12 شخصا فقدوا حياتهم، وتقريبا العشرات من المصابين والجرحى قرابة 40، بانتظار الحصيلة النهائية أو جهات رسمية تعلن عن الحصيلة النهائية. يعني بينهم أطفال، بينهم عمال يذهبون إلى أعمالهم، لأنه كان في استهداف لأحد صوامع الحبوب مدينة كوباني، ارتقى على أثرها أحد العمال أو فقد حياته. التصعيد وجولة جديدة من التصعيد في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، على الأقل هذا ما يقوله اليوم المدنيون. طبعا اليوم في الصباح الباكر تجولنا في حالة تقريبا من الهدوء النوعي والنسبي. اليوم في أحد يعني في مناطق شمال وشرق سوريا بحيث أنا أتواجد، في حركة بسيطة، الناس تتجه إلى أعمالها، ولكن في حالة من القلق نتيجة هذا التصعيد الذي وصفه أيضا مراقبون وعلى مستوى الشارع وعلى المستوى السياسي في شمال وشرق سوريا بأنه غير مبرر ويعد جريمة حرب. طيب، يعني ليلاف، اليوم تداعيات هذا القصف، قصف البنى التحتية، هناك يعني مراكز صحية وأيضا مواقع نفطية ومحطات المياه والكهرباء وغيرها من المواقع، اليوم تداعياتها على السكان. التداعيات عديدة، يعني حضرتك إسماعيل تعلم، واليوم على مدار السنوات وعلى مدار عقد الكل يعلم اليوم الحال السوري وخاصة حال مناطق شمال وشرق سوريا، ومرارا وتكرارا ما تحدثنا عن الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع المعيشي في المنطقة، رغم كل المحاولات بمحاولة استنهاض هذه المنطقة ومحاولة خلق يعني مجتمع مدني، مجتمع سياسي، أن يكون هناك أمن واستقرار، إلا أنه اليوم في جهات عديدة تحاول أن يعني ضرب هذا الاستقرار القدر الإمكان. هو كما يصفه مراقبون، هو الأفضل في كل مناطق، في كل المناطق السورية، في حصار اقتصادي، في ضربات تحاول أن تستهدف بشكل عمد وغير مبرر، والذي يعد بحسب اليوم حقوقيين يناقض الأعراف والقوانين الدولية ويناقض اليوم اتفاقيات جنيف، تحاول ضرب البنية التحتية لمحاولة اليوم حصار المنطقة، حصار المدنيين، ضرب سبل الحياة، يعني محاولة إفقار المنطقة من حيث الموارد الضرورية للمواطنين، سواء كان من الكهرباء، الطاقة، الغاز، النفط وما إلى ذلك وغيرها من الموارد. حتى يعني إذا نذكر بأي تصعيد سابق، حتى بأثناء الحصاد أو بأثناء الزراعة كان في استقصاد لضرب المحاصيل الزراعية وحرق المحاصيل الزراعية، بالنهاية هي للمدنيين. ففي محاولة دائما لخنق السكان في المنطقة، إما لتأليبهم على المنطقة، بالنهاية هذه المنطقة منطقتهم، هذه البلاد بلادهم، هذا ما يقولونه، يعني من غير المعقول أن يؤلبوا ضد أنفسهم، أو لمحاولة إفراغ هذه المنطقة. هذه إحدى التداعيات. التداعيات الأخرى بأنه تعلم إسماعيل ويعلم كل المشاهدين اليوم بأنه مناطق شمال وشرق سوريا على مدار سنوات حاربت الإرهاب وحاربت أخطر تنظيم إرهابي في العالم، واللي تجمع أكثر من 80 دولة
ضمن تحالف دولي لمحاربة هذا الإرهاب، وكانت قوات سوريا الديمقراطية هي شريكة للتحالف الدولي بمحاربة الإرهاب. عندما تم القضاء على داعش عسكريا، ولكن ما يزال هناك خلايا لداعش، ما يزال هناك فكر لداعش متواجد، كل ذلك يؤثر على تحركات خلايا داعش التي ممكن أن تستغل أي ثغرة لمحاولة أن تقوم بأي نشاط معين من الممكن أن يزيد من موضوع الفوضى وعدم الاستقرار. أيضا مسألة الحل السياسي السوري، اليوم هذا التصعيد يبعد الحوار الداخلي بين السوريين، واللي هو أساسي كما يقوله جميع السياسيون في مناطق شمال وشرق سوريا، بأنه الحل السياسي هو الحل الأمثل لحل القضايا المعقدة اليوم في سوريا. في محاولة لإبعاد سوريا عن أي حلول، واليوم أنت بتشوف أنه المنطقة بشكل عام يعني هي تنجر نحو تصعيد أكبر. لذلك في العديد من الجهات، العالم اليوم يحاول أن يمنع هذا التدهور الحاصل في الشرق الأوسط، ولكن على ما يبدو تركيا تستغل اليوم التوتر الحاصل في المنطقة، ما يحصل في غزة، ما يحصل في فلسطين، وأيضا الانتخابات الأمريكية القادمة بعد أسابيع، كل ما يحدث على وقع الانتخابات الأمريكية. وعموما اليوم الولايات المتحدة الأمريكية صرحت تصريح ليس بجديد عن سابقه من الاعتداءات السابقة، وقال فيه بأنه يراقب بقلق اليوم ما يحدث في مناطق شمال وشرق سوريا، وسيشاهد يعني ما سيحدث، بانتظار اليوم موقف صارم اليوم إما من التحالف الدولي، إما من على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من روسيا، وحتى موقف الحكومة السورية التي لم تبدي إلى الآن أي رد فعل عما يحدث في مناطق شمال وشرق سوريا، لأنه ما يحدث هو بطبيعة الحال بحسب كل المراقبين حتى بالشارع، الناس العاديين بالشارع، يعني هو واضح بأنه هو اختراق للسيادة السورية. طيب.